نظمت قيادة مكتب التربية والتعليم في مديرية لودر بأبين حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة الذكرى 54 لعيد الاستقلال الوطني المجيد 30 من نوفمبر. ونظم الحفل الذي رعاه الشيخ علي القفيش عضو مجلس الشورى إرفاناً ووفاءً لهذه الذكرى القالية على قلوب أبناء الوطن، حيث ألقيت في الحفل الخطابي والفني كلمات عديدة ومتنوعة عبر خلالها المشاركون عن سعادتهم البالغة بالتنظيم والإعداد لهذه الذكرى الوطنية التي غيرت مجرى التاريخ اليمني في حياة كل الثوار والأحرار الشرفاء. ونحن نحتفل اليوم بالذكرى 54 لعيد الاستقلال الوطني الذي تجسد بالتضحيات الكبيرة التي قدمها أبطالنا في الشطر الجنوبي من الوطن، والذي جاءت لدحر الاستعمار البريطاني البغيض الذي جثم على صدور أبناء الجنوب أكثر من قرن من الزمن. نحتفل اليوم في المديرية البطلة وفي المنطقة الوسطى التي تكون منبع للثوار من فحمان إلى عرفان إلى ردفان، وكلها ثورة حتى النصر وحتى تحقيق أهداف ذلك الاستقلال. وتخلل الحفل الذي أقيم في مدرسة الشهيد عبود عدد من الفقرات الفنية والتي تضمنت قصائد شعرية وفقرات غنائية ورقصات تراثية نالت إعجاب واستحسان الحاضرين. أشكر قناة المهرية على النزول الميداني إلى مدرسة عبود لمشاركتنا احتفال 30 من نوفمبر ونقل وقائع الاحتفال بمدرسة الشهيد عبود، وهذا لشرف كبير لنا أن تحظى مدرستنا بإقامة مثل هذه المناسبات الوطنية. وأكرر جزيل الشكر والتقدير لمن ساهم وحضر ورعى احتفالنا هذا. وحضر الحفل عدد من الشخصيات العسكرية والاجتماعية والقبلية التي أكدت على أهمية تذكير الأجيال بهذه الثورة العظيمة التي أقيمت ضد الظلم والاستبداد والوصاية. حيدر أحمد لبرنامج أسبوع البلد محافظة أبين.